هذا؟ أهلا طاهر، شو بدك؟ أنا مبسوط إنك جيتي. أبي الله يحكي بسرعة، شو بدك؟ بدي أقول لك إشي مهم. أنا بدي أحكي مع خالتي ومع أخوي مازن مشان نجي نخطبك. طيب، بس قبل ما تيجي أنا لازم أحكي مع أبوي ولازم أحكي مع أمي ولازم أحكي مع أختي عارين. طيب احكي معهم. أنت احكي مع أهلك حضريهم، وأنا بحكي مع خالتي ومع مازن نيجي مع بعض. طيب ماشي؟ بقدر أروح هسا؟ لا. حدا. لا، فيش حدا. لا، مش استنى. لا، لا. وكل جينا كل هاي طول يخرج. خلاص. خلاص. لا. بس ما جينا كل هاي طريق نص ساعة وأنا. ما عمش أعطيتك بوسة. كمان واحدة. لا. كمان واحدة. خلاص. بس تخطبني بعطيك. شو بطلت تحب تبصيني؟ بلا، بحب ابوسك، بس اذا بشوفني حدا هون بعذر علي. كل اهل البلد بصيروا يحكوا علي. ما حدش بشوف، انا راقبت الطريق وانا جاي، شفت ما فيش حدا غيرنا. يلا خلص. كمان وحده. خلص. اسمحني. خلص. خلص.